السلام عليكم، يعطيكم العافية صبايا. اليوم بدنا نستكمل مهارات برنامج العروض التقديمية. وصلنا للدرس السابع اللي هو مهارات متقدمة. أخذنا الكثير من مهارات برنامج العروض التقديمية، منها كيفية إدراج جدول، صورة، قصاصة فنية، كيفية إدراج صوت، فيديو، وكيفية تطبيق النسق وهي قوالب تصميم جاهزة على الشريحة وتغيير خلفيتها. والآن نستكمل مهارات الباوربوينت ومنها تنسيق الجداول. تشمل عملية تنسيق الجداول على عدة تنسيقات، منها تغيير ألوان الحدود وخلفية الخلايا ونوع الخط وحجمه. ولتعيين حدود خلايا الجدول اتبع الخطوات الآتية. أنا هيو عندي جدول، بدي أحدد لون الحدود للخلايا ونوع الحد. الآن بدي أحدد لون الحد من أداة لون القلم. أداة لون القلم وين موجود؟ بتبويب تصميم أدوات الجدول. الآن لتغيير لون حدود ننقر على اللون المراد، تحديد للون حدود خلايا الجدول. أنا بدي أختار أسود، بعدين بختار نوع الحدود من أداة حدود الموجودة في تصميم أدوات الجدول، بختار نوع الحدود. الآن تظهر عندي قائمة لأنواع الحدود بلا حدود، يعني لا بكون موجود لا حدود خارجية ولا حدود داخلية. النوع الثاني كافة الحدود، بكون في حدود داخلية وحدود خارجية، حدود خارجية وحدود داخلية. الآن بدنا ننفذ مثلا نوع الحدود حدود داخلية. شايفين كيف؟ هيو أصبح في حدود داخلية بدون حدود خارجية. نرجع نجرب نوع ثاني من أنواع الحدود، كافة الحدود. بدي أختار كافة الحدود، طلعوا كيف؟ حدود داخلية وحدود داخلية وحدود خارجية للخلية اللي أنا حددته. شايفين كيف؟ لو بدي أرجع أحدد الجدول كامل واختار نوع الحدود بلا حدود، طلعوا كيف؟ بلا حدود يعني لا حدود داخلية ولا خارجية. إذن لون القلم لتغيير لون الحدود، نوع الحدود من أداة حدود الموجودة بتبويب تصميم أدوات الجدول. ثانيا لتعبئة الخلايا بلون أو نقش أو صورة. فرضا أنا عندي خلية أو مجموعة خلايا بدي أميزهم عن غيرهم من خلايا الجدول، ممكن أنا أميزهم بلون معين أو بصورة أو مادة أو تدرج. الآن بحدد الخلية اللي بدي أعمل لها تعبئة بلون مناسب. هيني نقرت بالخلية اللي بدي أعمل لها تعبئة بلون مناسب. بروح على أداة تضليل، أداة تضليل
أداة تظليل. من تبويب تصميم أدوات الجدول. تنقر على السهم المجاور لأداة تظليل. تظهر عندي قائمة تحتوي على عدة خيارات، منها ألوان النسق، صورة، تدرج، مادة. إذا أردنا تعبئتها بلون واحد، اختر اللون المناسب من لوحة ألوان النسق. مثلا أنا بدي أختار هاي ألوان النسق، بدي أختار لون مناسب للخلية اللي أنا حددتها باللون اللي أنا اخترته من أداة تظليل من لوحة ألوان النسق. الآن بنقر على الخلية اللي جنبها، بدي أعمل لها تعبئة بصورة، بحددها وبروح على أداة تظليل، بختار الخيار صورة. بظهر عندي صندوق حوار إدراج صورة، بختار الصورة من الملف، اللي بدي اياه هي هالصورة، بحددها ومن ثم ادراج. طلعوا كيف الخلية الاولى عملنا لها تعبئة بلون مناسب، الخلية الثانية عملنا لها تعبئة بصورة، الخلية الثالثة بدي اعمل فيها تعبئة لألوان متدرجة، بحددها، بنقر فيها، بروح على أداة تظليل، ننقر على السهم المجاور، نختار تدرج، تظهر لائحة بألوان التدرج، بختار تدرج، اختار واحدة منها. شفتوا كيف هاي التدرج عملنا لها تعبئة بتدرج. الخلية الرابعة ننقر فيها، بدي اعمل تعبئة لمادة، بدي اعمل تعبئة لهاي الخلية بمادة، بنقر فيها، بروح على أداة تظليل، بختار مادة، تظهر عندي لائحة، بختار واحدة منها. شايفين كيف أول خلية عملنا لها تعبئة بلون، الثانية بصورة، الثالثة بتدرج، الرابعة بمادة. ثالثا، لإضافة بعض التأثيرات على الخلايا. الآن حكينا على ضرورة تحديد الخلايا المراد إجراء عمليات التنسيق عليها. الآن بدي أحدد خلايا الصف الأول وطبق عليهم تنسيق التأثيرات. هيني حددتهم، بنروح على أداة تأثيرات من تبويب تصميم أدوات الجدول، تنقر على السهم المجاور، تظهر قائمة بأنواع التأثيرات، خلية مجسمة، ظل، انعكاس. بختار نوع تأثير خلية مجسمة مثلا، ومن ثم بتظهر قائمة بتأثيرات فرعية، بدي اختار هذا التأثير. طلعوا كيف اصبح خلايا الصف الاول.
رابعاً أنماط تنسيق الجاهزة، أنماط التنسيق الجاهزة اللي هي حكينا إمكانية تطبيق مجموعة تنسيقات على الجدول باستخدام الأنماط الموجودة. يعني كيف النسق قوالب التصميم الجاهزة؟ نفس الشيء اللي هي أنماط الجدول، اللي هي أنماط تنسيق جاهزة بس للجدول، أخصائي للجدول. الآن بنحدد الجدول ومن ثم ننقر على أنماط الجدول، أنماط الجدول من تبويب تصميم أدوات الجدول. ننقر على السهم، تظهر عدة أنماط، عدة أنماط، وكل مجموعة أنماط إلها اسمها. هاي هون أنماط جدول فاتح، أنماط جدول متوسط، هون أنماط جدول داكن. الآن بختار إحدى هذه الأنماط وذلك بالنقر عليها. طلعوا كيف؟ هاي اخترنا نمط تنسيق جاهز للجدول، وهيك بنكون أنهينا الجزء الأول من الدرس.